قرعه دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله النادي الاهلي سيواجه نادي سان داونز. وبرده دي حاجه تانية، معرفش ليه الناس بتقول ان هي مواجهه صعبه. هل هي مواجهه صعبه؟ طبعا مواجهه صعبه، ان انت هتلاعب سان داونز، واحد من اهم واعرق الفرق في افريقيا. مظبوط 100%، نادي الاهلي سيواجه سان داونز. طيب وبعدين؟ ان شاء الله لو النادي الاهلي كسب سان داونز هيلاعب الكسبان، غالبا هيبقى الوداد. الوداد وهيلاعب حوريه الغالي. ف الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده اسم النادي الاهلي، هو ده اللي دايما احنا شايفين ان احنا بنخترق الصعاب كلها وبنعدي من الصعاب كلها عشان نكسب البطوله الافريقيه. هنلاعب ان شاء الله سان داونز وهنكسبه ان شاء الله، هنلاعب الوداد لو كسب حوريه وهنكسبه ان شاء الله، وهنلاعب الترجي في النهائي لو الترجي وصل للنهائي وهنكسبه ان شاء الله. هو ده دايما اللي احنا بنفكر فيه، هو ده دايما اللي احنا عايزينه. المشوار صعب، صعب، محدش يقدر يقول لا. هل المشوار كان ممكن يبقى اسهل من كده؟ كان ممكن يبقى اسهل من كده، ولكن احنا اتحطينا في هذا المشوار خلاص، او في هذا الطريق، وبالتالي لازم نمشي في الطريق لاخره. لازم كجمهور تبقوا حضراتكم مساندين، لازم كاعلام نبقى كاعلام لازم نبقى مساندين. فهنا نغمه تشاؤميه وهنا نغمه تفاؤليه كبيره جدا. ولا هنا ينفع التفاؤل ولا هنا ينفع التشاؤم، لسه بدري. الايام القادمه فيها مباريات مهمه جدا ومباريات صعبه جدا، سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي ولاعبته وجهازه الفني لا ينظر الا لشيء واحد فقط، احنا نكسب البطوله الافريقيه ونعتلي قمه الدوري ونكسب الدوري العام. هو ده اللي بيفكر فيه لعيبه النادي الاهلي. ولكن هل الامور انتهت في الدوري؟ لا ومليون لا، لا ومليون لا. هل الامور صعبه في البطوله الافريقيه؟ نعم الامور صعبه، ولكن لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني وجمهوره قدها وقدود، ويقدروا يعدوا الاصعب من كده كمان. وحضراتكم مش عايز افكر حضراتكم كل شويه باللي ياما حصل السنين اللي فاتت. فنظره تفاؤليه ونظره تشاؤميه، نظره تفاؤليه في الدوري ونظره تشاؤميه، اصل السكه بتاعتنا صعبه. ما هي صعبه وايه المشكله صعبه؟ النادي الاهلي من المفترض ان هو افضل فريق في افريقيا وافضل فريق واكثر الفرق الافريقيه حصولا على البطولات، وبالتالي ما هو حضراتكم ما هو كده كده هيلاعب حد من الفرق دي. وكل ما تعدي دور الدور اللي بعده بيبقى اصعب، كل لغايه لما توصل للمباراه النهائيه. فكل اللي عايز اقوله لحضراتكم، ولا تتفائلوا قوي ولا تتشائموا قوي، خليكم دايما في ظهر فريقكم. خليكم دايما، احنا عندنا المباراه القادمه مباراه نادي الزمالك في الدوري العام المصري يوم 30 مارس. احنا ما بنفكرش، او لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني لا يفكر في شيء الا في شيء واحد فقط، مباراه نادي الزمالك اللي في الدوري العام. شهر ابريل كله بالمناسبه ماتشات صعبه وماتشات قويه جدا. نفكر في ماتش الزمالك وبعد كده نشوف ايه اللي بعد ماتش الزمالك. هينتهي ماتش الزمالك مثلا، هيجي ماتش اسمه الاتحاد في الدوري، نشوف ماتش الاتحاد في الدوري وهنفكر في ماتش الاتحاد في الدوري. وبعد كده نفكر بقى في سان داونز. لكن بالتشاؤم الكتير قوي ده او التفاؤل الكبير قوي ده، الامور مش هتمشي. انا عارف ان دي مش عقليه النادي الاهلي، او مش عقليه جمهور النادي الاهلي. عقليه جمهور النادي الاهلي اوعى من كده بكتير جدا جدا. فمن فضل حضراتكم لسه الامور بدري، والامور هنا مش سهله، والامور هنا مش صعبه. الامور في الدوري مش سهله، والامور في البطوله الافريقيه مش صعبه. الامور في الدوري لازم زي ما قلت لكم مره ثانيه وهكرر المره الثالثه ولا الرابعه، ان لازم يبقى فارق النقاط اكتر من عدد المباريات المتبقيه. هو ده بس الحاله الوحيده اللي بيفوز بيها حد بالدوري. وفي البطوله الافريقيه هنلاعب سان داونز وهنكسب ان شاء الله سان داونز. لو الوداد كسب حريه هنلاعب الوداد ونكسب الوداد. لو وصلنا للنهائي هنكسب النهائي ونلاعب الترجي ونكسب النهائي ان شاء الله لو الترجي وصل، لان هو الاقرب. انا بقول للفرق الاقرب يعني ان هي توصل. خلينا نفكر بهذا الشكل، خلينا نفكر بهذا المنطلق. مش عايزين نفكر بتفكير الحقيقه قد يخلينا فرحانين دلوقتي، او حضرتك فرحان دلوقتي لكن بعد كده ما تبقاش فرحان. لا لا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. انا اسف.